السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والبركات، إن شاء الله تكونوا دائما مبسوطين وسعداء. في قصة قرأتها قبل مدة وأعجبتني أحببت أن أشاركها معكم. عادة لا أحب القصص التي ليس لها أصل تاريخي، ولكن بعض القصص، هذه القصة لا أعرف هل لها أصل تاريخي أو لا، ولكن بعض القصص تفرض نفسها لبعدها الثقافي والفكري. القصة تقول أن رجل دخل إحدى البلدان وبدأ يعرف عن نفسه أنه رجل سياسي، ويقول أنا سياسي أستطيع حل كل المشاكل وحل المنازعات وتسوية الخلافات بين الناس. ذاع صيته بين الناس، وصلت أخباره إلى الملك، استدعاه الملك وقال له يقولون أنك أنت رجل سياسي بمعنى أنك سائس، ولدي فرس أريدك أن تسوسها وتروضها، ولك كل يوم وجبتين من حساء وأرز. قال له يا مولاي أنا سياسي ولست بسايس. قال له نفس الشيء، هذه أوامري وعليك أن تطيع. انصاع الرجل إلى أوامر الملك وذهب إلى الفرس، ولكن بعد مدة هرب، وأثناء هروبه قبضوا عليه حرس الملك وأتوا به إلى الملك. فسأله الملك ماذا دعاك إلى الهروب؟ أهناك عيب في فرسنا؟ قال له أخبرك يا مولاي ولكن أعطيني الأمان. فقال الملك عليك الأمان، ما هي القصة؟ فقال له فرسك فرس أصيل ولكن رضعت من بقرة. غضب الملك، كيف تقول هذا على فرسي؟ أودعه السجن، ولكن أتى بالسائس القديم وقال له أخبرني ما موضوع فرسي. فقال له يا مولاي أم الفرس ماتت بعد ولادته وخشيت من بطشك فسقيته حليب الأبقار. أعجب الملك بالرجل السياسي وأتى به من السجن وقال له كيف عرفت أنه شرب حليب الأبقار؟ قال له يا مولاي الخيول تأتي إلى مكان الأكل أو الأعشاب أو العشب إلى آخره بدون وهي رافعة رؤوسها، وبينما الأبقار تأتي إلى المأكل وهي متأطئة رؤوسها. فأعجب الملك به وقال له الآن أنت سأجعلك مستشار للملكة اللي هي زوجة الملك، وأكافئك بكل وجبة فيها دجاج. انصاع الرجل إلى أوامر الملك وأصبح يخدم الملكة فترة ثم هرب، ولكن أثناء هروبه قبض عليه الحرس أيضا وأتوا به إلى الملك. فقال له الملك ماذا دعاك إلى الهروب؟ أهناك عيب في الملكة؟ قال له أخبرك يا مولاي ولكن أعطيني الأمان. قال له لك الأمان. قال له امرأتك الملكة ليس وهي زوجته ليست من سلالة الملوك. غضب الملك ورماه في السجن، ولكن أصبح الموضوع يشغله فذهب إلى حماه أبو الملكة، سافر له، وبعد وجبة العشاء وإلى آخره اختلى به فاستل سيفه ووضعه على رقبته، الملك وضعه على رقبة أب الملكة وقال له أخبرني بصدق موضوع الملكة. فقال له نعم. فقال له الملك الأب فقال له نعم، زوجتك أو الملكة ليست بنت الملك، إنما ابنته الحقيقية توفيت بعد عامين، وكان هناك اتفاق بيني وبين يعني بين الملك هذا وبين أب الملك صاحب القصة، اتفاق أن يزوجه البنت، ولكن بعد وفاتها خشيت من الأمر فأخذت فتاة أو بنت من الغجر وربيتها عندي إلى أن كبرت زوجتك إياها حسب اتفاقي مع أبيك. عاد الرجل إلى مملكته واستدعى الرجل السياسي من السجن وقال له يعني مندهشا كيف عرفت هذا الموضوع؟ ولك مني مع كل وجبة أو مع كل يوم خروف. قال له عرفت هذه القصة لأن الغجر هم أثناء حديثهم يغمزون، والملكة كانت تغمز أثناء حديثها. أعجب الملك فقال له أعجب الملك به فقال له أنت من اليوم خادم لأمي أم الملك، وأنت تعرف مقام أمي مني. انصاع الرجل إلى أوامر الملك وذهب إلى أم الملك، ولكن بعد فترة أيضا هرب هذا الرجل، وأثناء هروبه قبضوا عليه حرس الملك وأتوا به إلى الملك.
فقال له: يا رجل، ما دعاك إلى الهروب؟ أهناك عيب أو مشكلة في والدة الملك حتى تهرب؟ فقال له: يا مولاي، أعطيني الأمان وأخبرك. فقال له: عليك الأمان. قال له: أنت فقال له: أنت لست من صلب ملك. فاستشاط الملك غضبا: كيف تقول هذا الكلام؟ ورماه في السجن ودعه السجن وذهب إلى أمه. قال له: اصدقيني القول. اصدقيني القول. فقالت له: نعم. الملك كان عقيما وكان تزوج كل سنة فتاة، وعندما لا تحبل يقتلها. فخشيت على نفسي، وكنت متزوجة من طباخ، وكنت حاملا، فأخفيت. طبعا القصة فيها تصرف، فأخفيت الأمر عن الملك وإلى أن ولدتك أنت. فاستغرب الملك، قال: يعني شيء غريب. استدعى السياسي هذا من السجن وقال له: كيف عرفت هذا السر الغريب؟ قال له: يا مولاي، الملوك لا تكافئ الرعية بالأكل، إنما هذه عادة الطباخين، هم الذين يكافئون بالطبخ. وأنت كلما أسدي لك خدمة تكافئني بالطعام. هذه هي القصة، أتمنى أن تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.